خلف كريم، تأسيس نادي الجامعة يهدف إلى سحب البساط من الطلبة. أنا حكينا يعني هو فريق بعيد كل البعد عن نادي طلبة. أول شيء نادي طلبة يعني ما تقدر أنت يعني مثل الجامعة تمشي مثل الجامعة بصراحة. بس بالمستقبل ممكن. صعب. يربطوه. صعب. بوزارة التعليم. هسه دخل يمشون نادي طلبة، خلي يطوم فلوسهم حتى يمشون الجامعة. يعني كابتن خلف من نزل التصريح بصراحة كنت غير مقتنع به، لأن أنا يعني كان كابتن يونس أنه عنده طموح إداري، حاول مع نادي الطلبة ما صارت له الفرصة، اتجه لنادي الجامعة مع الكابتن سامر اللي هم اثنيناتهم يمثلوا نادي الطلبة. من اجى كابتن صباح جعير تم تسميته، قلت هاي قضية جدا طبيعية. كابتن صباح جعير هم تعرفه ابن الطلبة. لكن اليوم العصر وصلني خبر متصلين بإداري نادي الطلبة، إدارين اثنين بنادي الطلبة اللي هو فوزي وابن علي، ملتحقين بنادي الجامعة. هذه النقطة تؤشر على يونس محمود وسامر سعيد. إذن بالفعل يعني كلام الكابتن خلف، أنا اليوم يلا تأكد العصر، أنا كنت ضد هذا المبدأ وضد هذا الطرح، لكن اليوم من إذا صح يعني صح الخبر إنه حتى الإداري رايحين عليه، يعني أنا هاي بصراحة يعني إذا نادي الطلبة ربما مثل ما ذكرت زميلة علي للمدى البعيد نادي الجامعة أسس بهذا السيناريو من أجل نصل للمدى البعيد لأمور أخرى اللي هي شنو؟ نادي الطلبة. لا هسه هو الإداري حتى إذا راح الإداري لا يمكن يقدر يجيب غير إداري هذا. أكو عراب لهذه الخطة؟ لا حقه يعني هم حقه هذا رزق الإداري، هذا طموح واضح. أكو عراب لهذه القصة، لهذه الطبخة، لهذا السيناريو؟ يمكن خلي أذكرها. مو قلت لك أرجع للاجتماع اللي قبل 5 أشهر 6 بين وزير التعليم العالي وبعض الدكاترة اللي بالجامعات العراقية اللي صار في وزارة الشباب مع اللي بدون إدارة الطلبة اللي ما متواجد أي شخص ربما أسفر عن تأسيس نادي الجامعة يعني؟ أكيد يعني يوحي إلى هذا الأمر، يوحي إلى هذا الأمر يعني خطة هذه مطبوخة بقيادة درجال؟ ممكن ممكن ممكن، رغم ان الكابتن عدنان درجال هسه اللي يعني اللي ما اخذ عليه انه هو اللي كل ازمه متواجد الكابتن عدنان درجال من اجل حلها، وربما قلت لك هاي الامور راح تجاوب عليها الايام يعني قرب. هو الموضوع حساس، انا ما اريد اطبي خيوط عريضه، ربما انت تعرفها والكابتن يعرفها. قرب عدنان درجال من يونس محمود راح يسهل عملية ربط نادي الجامعة بوزارة التعليم العالي، وبنفس الوقت قريب من كابتن علاء كاظم. أي هو قريب من الاثنين زين، لكن ما يدور في مخيلتهم ربما ربما بعيد عن هذا الكلام وبعيد عن السيناريو اللي احنا راسميه هسه حاليا واللي دن شاهده والاستقرائنا للمستقبل. قلت لك هاي القضية نادي الجامعة ربما في الأشهر القادمة أو حتى للمدى الطويل المدى البعيد ربما هو الهدف من عدة نادي الطلبة، رغم أنه السيناريو اللي طلعوا به هو نادي أهلي ما يرتبط بعيد عن نادي، لكن اسم الجامعة الكل نعرف نادي الطلبة هو امتداد لاسم نادي الجامعة اللي تأسس سنة 69.